هي هند بنت عتبة أكلت كبد حمزة فعلاً؟ هند بنت عتبة كانت من سيدات قريش وزوجة أبي سفيان، بس خلينا أصدمك وأقولك إن هند ما قتلتش حمزة أصلاً. معلش، عارفة بضرب لكم الثوابت. المعروف إن هند أجرت وحشي علشان يقتل سيدنا حمزة، بس وحشي نفسه قال إن اللي أجروا القتل حمزة هو جبير بن مطعم، وده كمان اللي اتقال في صحيح البخاري. وكل الكلام اللي بيتقال إن هند قتلت حمزة وأكلت كبده كلام مرسل ومش مثبت نهائي. هو سيدنا حمزة مص بجثته، بس محدش يعرف مين اللي عمل كده، لأن زمان ستات قريش كانوا بيطلعوا بعد الحروب بين المسلمين والكفار ويمثلوا بجثث الصحابة، لكن جثة حمزة تحديدا محدش يعرف مين اللي مثل بيها. وسبحان الله، هند أسلمت بعد فتح مكة وحسن أسلمها كمان، ووحشي نفسه أسلم.